مستمرين مع حضراتكم من داخل الجناح المصري في اكسبو دبي 2020. دلوقتي معانا استاذ حسن جمال هيكلمنا اكتر عن يعني الجهود المصريه بقى علشان نوصل للشكل المبهر والشكل الحضاري اللي ظهرنا بيه في معرض اكسبو دبي 2020. استاذ حسن جمال المدير التنفيذي للشركه المنفذه للجناح المصري في اكسبو دبي 2020، برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا وسهلا بيكي. اهلا وسهلا. كنا عايزين نتكلم مع حضرتك من البدايه، الموضوع ابتدى ازاي، المشاركه المصريه في اكسبو دبي 2020، الترتيبات كانت عامله ازاي، التحديات كانت عامله ازاي علشان نوصل النهارده لهذا الشكل الحضاري المبهر عن مصر امام العالم. ميرسي. والحقيقه اكسبو مش معرض، هو ايفنت دولي بيحصل كل 5 سنين، وكان لينا مشاركات قبل كده في السابق وما كانتش تليق بمكانه مصر. احنا ابتدينا على الموضوع ده من اكتر من سنتين، وكان زي ما قلت التحديات الأساسية كانت أن نعرض مصر بصورة متكاملة، أن احنا جايين نعمل حملة لمصر كدولة ترويجياً صناعياً اقتصادياً صحياً لتغيير صورة مصر عند الناس اللي ما يعرفوش. والحقيقة ده اكسبو السنة دي يمثل أكبر فرصة لتمثيل مصر الحقيقي لنا. وكان الفكرة كلها طيب ازاي، هاو دو وي بوزيشن مصر، مصر تمثل ايه، مصر ايه قصتها، ازاي نقول كل ده في اطار واحد مجمع ما تبقاش جزر منعزله. ومن هنا فكرنا ان مصر حضاره ما فيش زيها، دي حاجه احنا عندنا مش عند العالم، ودايما كان دايما بيتركز عليها، ودي مش صح لان مصر مستقبل. في اخر سنه مصر شهدت تطور ورؤيه للمستقبل ما شهدتهاش في 200 سنه فاتوا، فكان لازم ندمج الاثنين. ومن هنا جت فكرة اللي هي العراقة تعزز المستقبل، وهي دي كانت فكرة المعرض كله، واللي انت شايفاه التناسق وازاي عرض مصر بطريقة حديثة بطريقة سلسة تمثل الماضي والحاضر ورايحين فين المستقبل برؤية واضحة جدا. الوسائل اللي اعتمدنا عليها في الترويج للجناح المصري في اكسبو، وزي ما حضرتك بتقول مساله انه ننتقل من العصور القديمه والحضاره المصريه العريقه اللي جميعا بنفتخر بيها امام العالم، لكن كمان ازاي نوصل الناس ما يحدث في مصر الان من تطوير وتغيير في كل مناحي الحياه. كان اهم الحاجات اللي استخدمناها التكنولوجيا، سواء كانت في الترويج بالسوشيال ميديا او الاعلام، من اهم الحاجات اللي استخدمت كانت التكنولوجيا، اللي نقدر احسن طريقه تبيني للناس انك متقدمه انك تظهري بصوره متقدمه. والحقيقه التطور اللي حصل في مصر الفتره اللي فاتت لا يستحق اقل من هذا. وطبعا حضرتك شفت الطوابير اللي بره، احنا اكبر طوابير بكتير جدا 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 في الجناح، لان احنا مصر عندها حاجه مش عند اي حد تاني، هي الحضاره، ومش بس التاريخ، حضاره. احنا ابتدينا الحضاره وجايين نقول للناس احنا النهارده مكملين الحضاره دي. وكان في طبعا تحديات ضخمه جدا زي ما قلت، ربط كل ده مع بعضه، من الثيم بتاعنا العراقه اللي تتعزز المستقبل للوجو اللي معمول. على فكره اللوجو اللي معمول ده بسيط جدا، مصر واحنا دلوقتي في منطقه اسمها الفرص. اكسبو متقسم لثلاث مناطق، اوبورتيونيتي اللي هي فرص، وسستينابيلتي، وموبيليتي. مصر في الاوبورتيونيتي لان احنا بنقول للناس تعالوا احنا عندنا فرصه للمستقبل ضخمه جدا. فاللوجو بتاعنا اللي مكتوب بيه مصر ده يمثل الارض، الخط ده عند قدماء الفراعنه هو الارض، الزجزاج ده الحركه دي هي النيل، وهو حاجه يعني لا يمكن وصف مصر من غيرها. فاخدناهم وعملنا بيه اللوجو اللي بيوصف مصر بالارض والنيل، فاحنا ارض الفرص تاريخيا ومستقبلا. طيب مسألة وجود مصر في منطقة الفرص زي ما حضرتك كنت بتقول مع كبريات الدول المشاركة في اكسبو دبي 2020، ماذا يعني ده لينا في مصر وماذا يعني للعالم ايضا؟ بص، يعني لينا في مصر حاجة كبيرة جدا، ان عندنا فرصة مش محتاجين نروج لها، العالم موجود حوالينا. المعرض ده في 190 دولة او 192 دولة، بكل المشاركين، بكل الزوار، بكل المشاركين فيها بالوفود بتاعتها، يجوا يشوفوا مصر رايحة فين، مصر ابتدت ايه ورايحة فين. ودي كانت فرصة نادرة جدا 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 ان نقدر نعمل ده، ولذلك حرصنا احنا كشركة واحنا كمجموعة ندعم الموضوع ده. والوزارات الحقيقة، وزارة الصناعة دعمتنا بطريقة ان نظهر، نستغل الفرصة دي عشان مش بس نوري العالم احنا رايحين فين والفرص اللي نقدر نستثمر فيها والتعاون اللي نقدر نعمله. العالم استفاد، عرف العالم عنده صورة قديمة لأن كان بقالنا مدة بنروج الحضارة القديمة،
العالم عنده ذهول. لو شفت الطوابير مش واقفة ربعها على دول متقدمة، لأن مزجنا الحضارة بالتقدم لأول مرة بالطريقة الحقيقة يعني أنا يعني تعبنا فيها قوي أكتر من سنتين بالتأكيد. ويمكن يعني ده واضح بقوة في الجناح المصري في إكسبو دبي 2020. أستاذ حسن كمال بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا. ميرسي، وربنا يوفقنا ويوفق كل الناس، وشكرا لوجودكم وشكرا للمتحدة لتغطيتها الموضوع ده، وربنا يوفقنا كلنا. شكرا جدا يا فندم.